يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده قبل الفاصل على اكله لطيفه. يعني خلاص زهقنا من الاكل، انا عارف خلاص كله مبقاش يعني مستحمل فكره الاكل الكتير، ولكن النهارده هنعمل اكله لطيفه جدا. فكرت اعمل كبشه سمك. ولما فكرت اعمل كبشه سمك لازم نفكر كويس قوي ايه السمك اللي احطه في الكبسه او ايه اللي يستحمل في الكبسه. ومعنى كلمه كبسه او معنى كلمه رز هيطبخ بمرقه وخضار وبتاع، بدل ما يكون حاطين لحمه نحط سمك، ايه اللي ممكن يستحمل؟ فكرنا في طبق او نوع سمك هو يعني ليه مزاج قوي عند اكله السمك، سمك الحنشان. وبيتقطع جزل وبيتعمل بتتبيله حلوه كتير جدا، وليه اطباق كتير قوي، منها فريك ومنها بيتاكل اللي هو لوحده كده، وفي ناس تحبه مقلي. النهارده هحطه عندي في قلب الكبسه دي لسببين. السبب الاول انا بقيت جدا ما عملوش، والسبب التاني اللي هو محمل او ماسك نفسه فبالتالي يقدر يكمل تسويه. ولكن تسويته مهمه جدا نعملها صح عشان ما نفتقدش الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه او حكايتنا في الطعم السمك دي بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى احنا؟ هنجيب عندنا اول حاجه توم نبهر كويس قوي ويبقى الموضوع متطعم كويس قوي. معلقه توم حلوه كده. والنوع او من انواع السمك الوحيده او اللي انا او الغريب الوحيد يعني اللي بحط له عندي سنه خل على التوم. خل، ايوه خل، وطبعا اكيد ليمون بس شويه، يبقى خل في سنه خل شويه. حلو. وعندي كمان سنه زيت، سنه انا مش هحمره كده، هيخش عندي الفرن الاول يتشمع وبعد كده اشتغل واحده واحده في حاجه الكبسه وكده اقفله مره واحده ان شاء الله في الاخر. طيب ايه تاني غير التوم والليمون والزيت؟ عندي كزبره ناشفه، بسم الله، معلقه، وسنه كركم على كاري، وتاتش ملح طبعا، وحبه بهارات سمك، ومعلقه او نص معلقه بابريكا تحمر كده شويه عشان تدي لون كويس قوي، بس على ما اعتقد تاتش فلفل اسود. وكده احنا تمام التمام. عندي مضرب، وده مهم جدا ان احنا نقلب كويس قوي او ندوب المارينيت او البهارات اللي مع التتبيله بتاعتنا عشان بس تبقى طعمها حلو كده، تبقى دايبه يعني، ده مهم جدا. ادوبهم كويس جدا جدا كده. كده. ونجيب السمك واحده واحده بقى. السمكه محمله يعني محمله يعني هي ماسكه نفسها شويه. فانا هعمل ايه بقى؟ هبدا اشرح كده بسم الله عشان ادخل التتبيله في قلب السمكايه بالشكل ده. شايفين قصدي ايه؟ شوف. تاني كده، وبعمل كده الحته اللي ما بين السلسله دي، حتى كمان شكلها ان شاء الله في النهايه هيبقى شكلها حلو جدا كمان من كتر التشريح ده في الفرن. منها هيبقى لونها حلو، وكمان السمك من جوه يتطعم، ياخد تيست كده حلو من التتبيله. وفكره ان انا امشيها عندي في الفرن يعني احتفاظا ب حتة السمكة ما بتهرش مني، ولكن هي فيها سلسلة قوية ماسكة يعني، ولكن أنا برضو بحاول على قد ما أقدر أأمن شوية التسويات بتاعتي، لأن لو أنا حمرتها هتبقى حلوة لكن مش تبقى مناسبة للكبسة، ولو سبتها ني في ني هتتسرق في قلب المرقة بتاعت الرز فبرضو مش تبقى حلوة في الكبسة، لأن هي مش لحمة عشان أستفيد من عظمها والتركيبات دي كلها، لأ. فهي سمكية ضعيفة جدا ولكن بتاخد وقت في التسوية برضو. وبكده يكون احنا شرحنا كويس جدا السمكية. هبدأ انزل عندي بالتتبيلة، ممكن لو حبيت اعشاب عندي، ليه لا، ما عملناش كده قبل كده في اعشاب، ندوق النهاردة بالاعشاب حتة كده على الوش في الفرن. وابدأ بسم الله الرحمن الرحيم اقلب كده. دخل جوه التتبيله، حضراتكم شايفين تخش جوه السمك. كده. واخد بعضي واطلع على الفرن. الفرن ده بايظ ده، ماشي تعالى ناخد ده كده تحت مني. طبعا اهم حاجه ورقه الالومنيوم، لازم عشان اي رواسب تنزل يبقى انا برضو مأمن نفسي، ودي حاجه مهمه جدا. بسم الله على الشبكه. بسم الله
والتتبيله اللي عندي دي مش هرميها، انا كل شويه هجيب عندي فرشه وهاجي اخد لسعه حلوه كده واديها تلميعه على وش الشبكه برضو وحافظ على اللون والطعم بتاعه، والباقي من البهارات اللي عندي او التتبيله دي انا مش هرميه، لان انا هشتغل بيه برضو اكيد في قلب الكبسه بتاعتي. بس كده، ودول اللي حطوا جنبي هنا في قلب البولة زي ما هم بالفرشة، كل شوية اجي ابص بصة كده ودي ايه حبة بالفرشة. طيب ده اول الكلام، نشيل بقى كل الزفرة دي ونيجي نشتغل من اول وجديد، نحطه معانا في الكبسة ونيجي نشوف ايه الحكاية. الرز اللي عندي النهاردة رز بسمتي. ايه بقى الخضار اللي عندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بسلة، الكبسة دي بقى كبسة سيفود مختلفة شوية، وعندي بصل وكرفس وكرات وجزر، تمام، وعندي معلقة هريسة، وكمان عندي كوباية الرز بتاعتي، غير الأعشاب اللي عندي. زي إيه بقى الأعشاب؟ عندي قرفة خشب، عندي ليمون، ورق غار، وأكيد عندي حبة لوز محمصين، وعندي كمان في النص كده بصلية محمرة بتاعت الكشري. طيب ابدا اشغل النار ونشتغل واحده واحده في فكره تشويح الخضار وتظبيط المرقه بعد، اهم شيء. بس المرقه اللي عندي زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى كل مره كده عندي حبه قشر جمبري اهو زي ما حضراتكم شايفين، مع الجزرايه مع كرفس هنا يا فندم، هنا زي ما حضراتكم شايفين بيبقى الموضوع في جزر في كرات في كرفس في ورق غار في حبهان في قشر جمبري في سلسله سمكيه، اي حاجه تدي ريحه حلوه وطعم كويس. هنزل بالتدريج واحده واحده كده، بالاول بالبصل والكرفس والكرات والجزر، الاربعه دول هم اساس الطعم في الاكله دي عامه، وهشوحهم واحده واحده بسنه زبده او سمنه او زيت حسب، ولكن تعالى بس نشوف انا عاملها النهارده ازاي. هديها سمنه بصراحه يعني. ادي البصل كرفس والكرات، وبلاش نديها سمنه، خليها زيت زيتون بصراحه بقى، عشان كمان السمك تبقى دسم شويه، فمش محتاجين دسامه قوي للدرجه دي. زيت زيتون، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ممكن ندي زبده ولكن زيت زيتون حلو مع التفاصيل دي. عفوا، هبدا اشوحهم تشويحه لطيفه ولكن مع الاعشاب عشان اخد تيست حلو. فورقه الغار عندي، حبتين الحبهان، فلفل حصى، قرنفل لو حبيت، كل الكلام ده كله هاخده عندي تشويح مع الخضار، هيفرق جدا اكيد. انا بدور على ريحه حلوه، بص يا فندم اهو ده اللي بتكلم عنه اهو. حاضر، انا بشوح كده دلوقتي الاعشاب اهو بتتلسع مع زيت الزيتون، فهتدي ريحه حلوه جدا، وابدا اقلبهم مع بعض بالشكل واحده واحده. حاضر. يا هانم صباح الفل. ايوه صباح الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنه طيبه يا فندم. حضرتك طيب؟ تحت امرك. امر اخبارك ايه؟ تعبناك معانا الشهر ده كله. والله ولا تعب ولا حاجه يا فندم، تحت امركم والله. كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى نزودوا اكتر والله. ربنا يخليك. الله يخليك وامك يا فندم، تحت امرك. حضرتك امبارح عملت وصفات الرنجه كتير، يعني مفيش اي حاجه بعد الفسيخ وكده ولا ايه؟ ايه يا فندم؟ حضرتك عملت وصفات للرنجه كتير امبارح، مفيش اي حاجه بعد الفسيخ؟ والله عينيا للفسيخ والله، بس انا بخاف بس في رمضان الفسيخ، انت عارفه يحصل حاجه ولا بتاع، يعني انا بقلق شويه في رمضان. خلينا بعد رمضان ناكل فسيخ يعني. تمام. طب انا كنت مخلله فسيخ بس بقالي اسبوعين تقريبا، فانا لو فتحت عليه عادي ولا لسه عايز وقت؟ انا مش عارف نوعه ايه بقى وايه ملامحه الموضوع قد ايه بقى. ايه الفسيخ اللي حضرتك عاملاه اصلا في البيت؟ ايه؟ حضرتك عامل فسيخ ايه في البيت اصلا؟ كنت جايبه سمك بوري وعملته بالملح الخشن وكده. طب حلو جدا. هو اصل انا برضه التخليل ده ليه وقت معين، يعني وحضرتك بتخليليه المعلومه اللي عندك كام اسبوع؟ معرفش. حجم السمكيه قد ايه؟ ما كل حاجه بتختلف، يعني حجم السمكه بيختلف في التخليل، حجم الملح او كميه الملح مع نوع السمكه، كل ده كله بيختلف في تخليل السمك او فكره الفسيخ. ايوه تمام. السمك وسط عامه. افندم؟ هو السمك هي البوري وسط، مش كبيره وسط مش يعني حلو. ما اعتقدش يعدي الاسبوعين. اه ما اعتقدش، يعني هو يا دوبك يعني ممكن تبداي يعني تفتحها على طول دلوقتي على ما اعتقد يعني، ونرجع برضه للسؤال اكتر يعني. تمام يا فندم، اوامرك امر. حاجه ثانيه؟ صباح الفل، شكرا جدا ليك يا هانم. شكرا.
حاضر. ميرفت هاني، صباح الفل. صباح الفل عليك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام بخير. والله الحمد لله تسلم والله، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه بخير وبصحه وسلامه يا فندم، ربنا يعزك. ربنا يبارك فيك وتسلم ايديك. يعني انا طالبه بس اقول صينيه السمك امبارح اللي بالزيت والليمون انا عملتها امبارح فعلا تحفه. طب الحمد لله يا فندم، الحمد لله عشان من ايدك والله استكل. والله تسلم، ربنا يبارك. اصل انا بحب السمك بالزيت والليمون جدا جدا، وانا جدا والله ساعه ما شفتها. ايوه جميل، بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. لما شفتها نزلت جبت وعملتها على طول. ما شاء الله، بالهنا والشفا. تسلم ايد حضرتك يا فندم، واكيد الاكل بيحلو من ايديك والله. ربنا يصلح ما بين ايديك كلك ذوق وكل صحه طيبه. وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير. وعيد مبارك عليك جميعا، بشكرك يا فندم، تسلمي. كتر خيرك يا فندم، شكرا. طيب هرجع تاني. زي ما حضراتكم شايفين، بص منظر بشوح على الهادي، حاجتي كلها على الهادي، واحده واحده. اهو خلاص كده انا خدت اللي انا عايزه. المرقه عندي هنا، عملت لها ايه المرقه بقى؟ اديت لها عندي مكعب زبده، وهطلعها عندي القرفه اللي انا عايز اشتغل بيها عادي، وقلبتها مع بعضها كده وسيبها تعمل بس تيست حلو كده، او تعمل مرقه حلوه. ممكن كمان اديها من عندي بهار تاني، ممكن اديها حبه ملح بس كمان اظبط المرقه من هنا كل حاجه. ممكن اظبط لها كمان فكره الكركم والكاري لو عايز ازود تاني. دي تست كويس كده على ما اعتقد. دي المرقه عالي العالي، دي على التشريب على طول. اجيب عندي الرز عفوا وابدا اقلب الرز، اشوحه شويه او اقلبه شويه، عشان لسه هديله بصل محمر في قلب الكبسه كمان، عايز اخليها مختلفه شويه بصراحه، مش زي كبسه اللحمه وكده. السمك بيتشمع. يعني ايه بيتشمع يا شيف؟ يعني بياخد لون شويه او بياخد جزء من التسويه، وبعد كده عفوا هيكون شمع مسك نفسه شويه. هبدا بعد كده مسقطه في قلب الحله، ولكن مش شرط يكون، هنشوف واحده واحده. عندي بصله محمره هاخد منها جزء وجزء في النص وجزء بره ان شاء الله، اقلبهم مع بعض. عايز ابص بص على السمك ونشوف اخباره ايه. بدا ياخد التشميع اللي بقول عليها دي ولا لا؟ اهي شايفين الملامح عامله ازاي، ونجيب كمان الفرشه ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. عفوا شايفين الملامح عامله ازاي؟ الموضوع برضو ببساطه. واللي باقي والتتبيله الحلوه دي هروح اعمل كده. شوف بقى، هنا الوضع بيختلف جدا. منه فيه بقى تقوم بكل حاجه نزلت. تقليبه حلوه برضو مع الرز. حاضر، مع الرز كويس ياخد الريحه. ممكن تديه صلصه لو عايز، بس انا شايف ان كده زي الفل. ممكن الصلصه لو حبينا هي والهريسه نحطهم في المرقه، هتفرق جدا يا فندم. امينه هانم، صباح الفل. صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ كل سنه عيد مبارك حضرتك يا فندم، كل سنه طيبين. الله يخليك علينا وعليكم يا رب. الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي. والله تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها. كلك ذوق يا فندم، ربنا يعزك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن بين ايديك يا رب. شكرا والله، كلك ذوق، تسلمي. يعني هو في سؤال. اتفضلي. انا الكاليماري دايما لما بعمله، طبعا الكاليماري اللي هو اللي هو البيبي كاليماري. بحشيه اللي هو عشان بحشيه رز مع الجمبري وكده. ما بسلوه بيشد مني شويه. مالو؟ ممكن اعمل. الو؟ ايوه فعلا سامعك، اتفضلي. ممكن يعني انا لما بسلوه بيشد مني شويه وما بحمره. أي. ممكن اسلقه واحمره على طول؟ لا. ولا هو لا 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 لا، الكاليماري الصغير ده اصلا يعني لو اتقطع الرفيع هيتحمر في ثانيه. لكن حضرتك ممكن تكون بتقطعيه كبير شويه او حاجه، هو اللي ياخد منك مثلا وقت في التسويه. انا بحشيه رز جمبري بحشيه. تمام، يبقى حضرتك شربيه. شربي الحشو بعد ما تقفلي، يعني خلاص جبت البيبي كاليماري وهو ني، حشيتي نص الرز يكون نص تسويه، حشيتي كويس جدا. بعد كده تحطي في البايركس وتشربي حبه مرقه ودخلي الفرن، بس تغطيه بقلب عشان ما يتسلقش. يعني ما يتسلقش؟ لا، هتحطي مرقه عليه وهيتسلق في الفرن عادي مع تسويه الرز. تمام. لكن هتحطيه في الحله يتسلق زي الحمام هيتفرتك. لا هو بيشد، مش بيتفرتك بس بيشد شويه. بيحصل ايه؟ بيشد شويه. بيشد؟
طب معلش انا اسف، بس هو انهي نوع كلمه حضرتك بتستخدميه؟ بسم الله. اللي هو البلدي، اللي هو الرصاص اللي هو الصغير. ايه يا فندم؟ البلدي. البلدي الكبير. لا اللي هو الصغير، بجيب اللي هو الصغير لما بحسيه عشان. طب ما هو ده يا فندم ما بياخدش 5 دقايق في التسويه، ازاي يشد؟ مش يمكن انا بغير عليه شويه؟ مش عارف يعني لكن هو اصلا ده هو يعني بيشم النار في ثانيه. تمام. فممكن يعني يكون هي بس المشكله كلها في حجم الكاليماري مثلا او نوعه، لكن في تسويته لو حطيت رز حطيه نص تسويه، ده مهم جدا. وبعد كده احطه في بايركس يا فندم، واحطه في البايركس في الفرن. وشربيه بحبه المرقه، وممكن تطعمي كمان المرقه بمعلقه صلصه طماطم تديها لون، مش شرط تكون المرقه صافي يعني. عشان تمام. حتى خلطه الحشو ممكن تحطي فيها خضره زي شبت بقدونس، يبقى حتى الرز المحشي جوه الكاليماري متطعم، بحس ان هو ايه، تحس ان هو خلطه محشي. بعمله كده زي ما تمام بس كده. بالهنا والشفا يا فندم، تحت امرك. ربنا يخليك، ربنا يحسن مدينتك. الله يخليك، شكرا لذوقك، شكرا يا فندم. تمام. طيب انا عندي بس ايه، حالا هنفضلكم فاصل بس ايه، السمك بالمره زي ما حضراتكم شايفين خالص. انا عايز بس ايه اخلي الكبسه او الرز يعني في الاخر هو كده عسل قوي. هنحط بس نقفله عشان نطلع الفاصل، وبعد الفاصل عندنا تقرير ان شاء الله. بص بقى حبه البصل ده محمرين دول هنا على الوش، تمام. وهنجيب عندنا السمك ونبدا بقى نقفل عشان نستفيد بوقت الفاصل ووقت التقرير، ونسوي بقيه السمك بطريقه الكبسه في الحله. ادي السمك اللي اتشمع. يعني ايه اتشمع يا شيف؟ بص كده يا فندم معايا التسويه. شايفين التسويه؟ وهبدأ أرص كده السمكاية تتشرب مع الرز براحتها خالص، وهطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا تقرير، رايحين من ضمن رحلتنا اللي خلاص النهاردة إن شاء الله آخر يوم هيكون مع حضراتكم رحلة المغرب، في تقرير لطيف جدا هيعجب حضراتكم مع شيف مميز كمان مغربي، فيبقى فيه كمان طاجين بطريقته وطبق مصري بطريقتنا، واحنا كمان النهارده عاملين طبق لطيف برضه، يبقى جمعنا ان شاء الله كذا طبق ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. طيب خلاص احنا خلصنا الحلقه وخلصنا رمضان وكل سنه وحضراتكم طيبين، نغرف اخر طبق ونروح وخلاص كده، بارك الله في مرزق والحمد لله زي الفل. طيب هجيب عندي كده الكبسه الحلوه دي، تعالى نشوف بقى احنا بنختم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. ادي حبه الرز بالسمك، الله اكبر. كل حاجه واضحه، انا يهمني بس اهم شيء ان انا امسك كده السمكيه تطلع زي ما حضراتكم شايفين ماسكه نفسها، ما تبقاش تهرت مني، وده اهم شيء بصراحه يعني في الموضوع، ان احنا ما نهريش الحاجه. كده نجيب سكليبر او حاجه نساوي بيها الطبق. طبعا لو حد قلنا له دي كبسه لحم سمك محدش هيصدق، انا واثق في ده، ولكن اي حاجه نقدر نعملها بس بالطريقه تكون مناسبه والتسويه تكون متظبطه، وده اهم شيء. نجيب بقى ايه، حبه لوز حلوين. هتقولي لوز مع السمك، اقول لك ده هو يعني بنتكلم على الرز بقى، بصل محمر. كده بسله زي ما اتفقنا مسلوقه، طبعا ممكن كنا نقلبها في الرز وممكن نخليها جرنش كده يكسر برده اللون يبقى شكله برده حلو. ممكن نجيب كمان حبه شبت حلوين طبعا، جرنش كده برده بسيط برده، وبكده يكون الموضوع زي الفل على ما اعتقد. يعني زي ما حضراتكم شايفين اخر حاجه طالعه زي الفل. تمام، نطلع بيها على طول على المائده قدام حضراتكم كده. زي ما قلت لكم النهارده هو طبق واحد، ولكن معاه طبق سلطه لطيف اكيد، ولكن المصدر عندنا هو كبسه بالسمك، اي نوع سمك بس يكون يعني جايبين سمكاتكم محمله شويه. على ما اعتقد الامور كانت سهله وبسيطه. اشوفكم ان شاء الله على خير بعد العيد، اجازه سعيده لحضراتكم وعلى اولادكم، وتتبسطوا وتريحوا شويه مننا، عشان انا عارف كان طول الشهر يعني طبخ في طبخ، وربنا يديمها نعمه لحضراتكم. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.